أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي راح تشوفوها أسفل الشاشة، حتى تعطونا آراءكم باللي راح نطرحها لكم، أو إذا عندكم مواضيع ثانية تريدون تطرحوها لنا على الأرقام اللي ظهرت بالأسفل. واللي ما يقدر يتصل بينا لأي سبب إن كان، أكو رقم جوا بصفة إشارة الواتساب يقدر يدزلنا رسالة على رقم المخصص لبرنامج الواتساب، نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقة اليوم بأول ملف ويانا، هو ملف الانفلات الأمني الموجود بالعراق بسبب غياب الرادع القانوني وفشل السلطة والقضاء بفرض القانون اتجاه المخالفين، خصوصا الجهات المتنفذة أو من يتبع لهم من عشائر وأفراد. تعتبر ظاهرة السلاح المنفلت من أبرز ملامح الانفلات الأمني اللي يعيش العراق من سنة 2003 لحد هاي اللحظة، على الرغم من أنه هذا الملف موجود بكل برامج الحكومات اللي تعاقبت على حكم هذا البلد من 2005 لحد هاي اللحظة، ويقولون أنه هم يريدون يحدون منها ويحصرون السلاح بيد الدولة، لكن لحد الآن ماكو أي خطوة تم اتخاذها حتى ينفذون هالشيء. والخطوات اللي دا تسويها الحكومات مو فعالة وما غيرت شيء من الواقع، ويا هالشيء اكو ازدهار دا تعيشها تجارة السلاح وزيادة تسليح الميليشيات وسيطرتها على مؤسسات الدولة. الخبراء قدروا عدد القطع من الأسلحة الغير مرخصة بالعراق من 13 إلى 15 مليون قطعة سلاح يحررون بها بلدان، وتمتلك الميليشيات الموالية لإيران جماعة المقاومة أو المقاولة مثل ما يسموها الناس أغلب هاي الأسلحة، وتستعرض بين مدة وثانية أسلحتها الخفيفة والثقيلة، إضافة إلى سلاح العشائر اللي أكو من ضمن عشائر العراق بها أسلحة ثقيلة، والأفراد المستخدم بالنزاعات العشائرية المتزايدة بجنوب ووسط العراق. آخر شيء اللي صار بمحافظة أربيل، عركة بين مجموعة اتطورت هاي العركة ودخل بها السلاح، وصارت نزاع مسلح عنيف وقوي بين اللي متعاركين بحي أربيل الجديدة، وصارت وراها اشتباكات عنيفة. خلونا نشوف. ما شكاكا يكشر ركز بكزني هاي باربي عبالكم بس بالشمال، لا، أكثر النزاعات العشائرية موجودة بالجنوب، كل فترة تقب وحدة. وهسه راح نروح هنا الميسان اللي بين فترة وفترة يصير بها نزاع عشائري مسلح بين عشيرتين، والحكومة تباوع وتسجل نقاط كأنما مباراة كرة قدم بين فريقين والحكومة هي الجمهور، بينما الحكومة لازم تكون هي الحكم وتحكم، بس لأنه ماكو حكم لهذا دا تصير عندنا نزاعات عشائرية. هنا عندنا نزاع عشائري بناحية السلام بمشهد يعكس لكم حجم الانفلات الأمني بالعراق. خلونا نشوف. تعرفون ايش ناقصها؟ شعلات مال نار ودخان وطيارات امريكيه فوق، حرب الحواسم او الغزو الامريكي للعراق. ادري شكو، واحد يفهمني شكو، ناس تضرب هيك، ناس تضرب هيك، ناس رايحه هيك، شكو. والسلاح هذا منين؟ ترى هذا مو سلاح خفيف. إذا نحكي إنه الجنوب والشمال بهاي الحالات، عبالكم بغداد تختلف؟ لا، بغداد أتعس. مدينة الصدر مثال، مدينة الصدر اللي ما جاي تهدأ أبد، وكل فترة أكو بيها نزاع ومواجهات بين جماعات. ما أدري منين جايبين السلاح وشلون، والقوات الأمنية ساكتة لهم شلون، هم أنا ما أدري. المهم هذا النزاع اللي الناس وصفتها بالعنيف، واللي صار بواحد من أحياء مدينة الصدر ببغداد، خلى الناس تعيش بحالة من القلق والخوف والرعب اللي عاشوها سكان الحي، واللي يعكس غياب سلطة الدولة وانتشار فوضى السلاح. خلونا نشوف. هذا
حرب شوارع. يلا هذاك واحد واحد يجمع الثاني. هذا كله والشرطة ماكو، وقوات الرد السريع ماكو، ومكافحة الشغب ماكو، والجيش ماكو، والميليشيات ماكو، والعصايب وغيرها وغيرها وغيرها، والسرايا والما أدري منه والما أدري منه والما أدري منه ماكو، ومدينة الصدر اللي مفروض هي تتبع مقتدى الصدر، سرايا الصدر وينهم ما أدري، القبعات الزرق وين ما أدري، هذول كلهم ماكو. بس خلي يطلع واحد يتظاهر بوحدة من المحافظات كلها تطلع، خلي يطلعوا متظاهرين يقولون نريد خدمات كلها تطلع، خلي يطلعوا متظاهرين يقول طلعوا الأبرياء من السجون العراقية حالهم حال المحافظات الست المنتفضة بال2014 كلها تطلع. أما يقعدون يسوون نزاع عشائري والعالم تنحصر ما حد يشوفهم نهائيا، لأنه هذا مظهر حضاري من مظاهر التطور اللي دا يعيشوا العالم سنة 2023، والعراق دا يواكب الحضارة لما يكون أكو نزاع عشائري مسلح، فيجب علينا احنا كقوات أمنية ما نمنعهم. ناس لما شافت هذا الفيديو علقت على الموضوع، أول تعليق ويانا من أبو يونس الرحيل العقيد يقول: يومية ما كافي قتل ورعب للعوائل والأطفال، شنو ذنبهم وشنو راح يتخرجون من بعد هاي المعارك والدوشكات. علي الهاشمي: نزاع في ناحية السلام، كمية تناقض بالصيغة ما تصير بس بالعراق. سبهان عبد الله ابو فارس يقول: يا ستار شجاه الوادم، اشوف زمن قبل ما كان عندهم هالعنف وهالنزاعات عشائريه، كانوا شحليلهم واخوه ورابين بسلف وتعاليل والضحكات وشجاه الوادم. وحسين كاظم قال داخل يقول: صارت بوشينكي بصفنا لعبت حتى ارواحنا، وقائد عمليات يجي نصف ساعه دار وجه ومشى، وين ما مشى هم ردوا وتعاركوا، وشلون بالله ما ننام. يعني المشكلة انه النزاعات العشائرية كل فترة دا تزيد وتزيد 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 وماكو إلها رادع. يا ترى المشكلة وين؟ معقول المشكلة باللي دا يشتري السلاح لو اللي دا يبيع السلاح؟ لو المشكلة انه اللي موجود عند السلاح بالبيت ما يعرف يستخدمه، أو جاهل وزعطوط وما مصدق إنه عنده سلاح وطلعه حتى يستخدمه. المشكلة بذوله لو المشكلة إنه ما عندنا أحد يردع، لو ماكو قانون، لو البلد صار هيته. صدق واحد يحكي لي هاي كل فترة إحنا نحكي نزاع مسلح نزاع مسلح نزاع مسلح، والوادم خايفة وخاتلة ببيوتها. المشكلة وين؟ أحمد من ألمانيا حياك الله. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، أكو سياسة مفتعلة من 2003 ولحد الآن، وهي ومتعمدة من قبل بعض الجيران الأعزاء، وهي إضعاف هيبة الدولة. وهذا السلاح المنفلت هذا يرش شكليات على العراقيين. فالآن أصبح العراق منطقة رمال متحركة، منطقة فراغ من النظام والقانون، ومنطقة تصفية حسابات ما بين القوى المحلية والإقليمية والدولية. يعني الجيران يريدوا هيجي، القوى الدولية والإقليمية تريد هيجي. صار الإنسان العراقي من يصعد عنده بريالين لو يروح يسوق سيارته على 200 و250 وشوارع ما عندنا، فهون يتجه للسلاح، يطلق رصاص، ويتعاركون على مسائل تافهة جدا، لا قيمة للبشر، لا قيمة لراحة البشر. العيب كلمة وماتت. فتلقى هاي الأمور، الميليشيات تشجع على ذلك، لأنه يعني تجار السلاح يشجعون على ذلك، تقد هيبة الدولة تشجع على ذلك، والسياسة العامة تروج لثقافة الكلاشينكوف كلتشر. روح لسوق مريدي وشوف ايش قد السلاح اللي ينباع. أنا برا العراق صار 42 سنة، بس اللي أعرفه أنه بسوق مريدي ينباع يعني سلاح، طلقات، رمانات يدوية، كل أنواع أمور ممكن تجدها هناك.
مع الأسف يحاولون يخلقون قوة موازية لسلطة القانون، يعني كل عشيرة والقبائل والعشائر أصبح لها مجالس تفض النزاعات العشائرية وتفض النزاعات اللي يجب أن تفض في المحاكم. هذا كله أسلوب من أساليب يعني ضياع هيبة الدولة. نعم. أسلوب متعمد. نعم أخي. نعم. أخي أحمد، يعني السؤال اللي ينطرح هنا هو، نسمع انه اكو حمله لمكافحه المخدرات كل فتره ويقبون علينا، القينا القبض على تاجر مخدرات ويا 1000 حبايه كبتاغون، واحد ويا 2000 حبايه كريستال، واحد ويا 2000 ما اعرف شنو بودره حشيش، هاي كلها نسمعها، بس المخدرات ما تقل تزيد ونسبه التعاطي بالعراق تزيد. بالمقابل تجاره السلاح، يعني حضرتك هسه تقول بسوق مريدي قاعد يبيعون السلاح وعين عينك وتروح تشتري براحتك، ليش ماكو لحد الان اللي دا يمنع هذا الشيء بحيث الناس ترتاح؟ شنو الغاية من وراء هذا الشيء؟ أخي مصدر رزق، الله أكبر، أكو واحد يقطع مصدر رزقه، وموجود وراء كل هذه الأمور موجود قوة متنفذة على الساحة العراقية، قوة ميليشياوية، قوة حزبية، قوة من خارج الحدود. أفضل وسيلة للكسب السريع والكسب الغير معقول هي تجارة السلاح وتجارة المخدرات أخي. نعم نعم نعم، شكرا. هذا موجود أخي، مختصر مفيد. نعم نعم، شكرا شكرا لك أخ أحمد. نروح إلى ملفنا الثاني مشاهدين الكرام، واللي بنحكي عن قضية الخدمات. بكل حلقة من حلقات صوتكم اللي تقدمها قناة الرافدين لازم تكون حاضرة قضية الخدمات، ونحكي ونقول ونطلع فيديوهات، بس الحكومة قلنا قبل شوية هي عبارة عن متفرج أو مشجع للمتصارعين بيناتهم، بينما القضايا اللي تهم الناس ولا ببالهم ولا داري لها بال ابدا، والناس دا تفهم هذا الشيء، ولهذا مدى تسكت. ونروح الى محافظه الدقار اللي صارت بها احتجاجات بقضاء الاصلاح شرقي محافظه الدقار بسبب شح المياه وسوء الخدمات هناك. خلونا نشوف. هاي بذيقار، وراح نبقى بمحافظة ذيقار بهذا الفيديو. نروح مشاهدينا إلى منطقة اسمها الموحية، اللي بين فترة وفترة الحكومة تنشر وتصور نفسها أنه هي جاي تبني، هي جاي تسوي وتبلط وتنشر سبيس وتفتح طرق ومجاري وما أعرف شنو وشوارع وكلها وتبني أرصفة تعمر بهاي المنطقة، لكن الواقع عكس هالشيء نهائيا. ولهذا راح نسمع هسه الشكوى اللي قدموها أهالي منطقة الموحية من نقص الخدمات وإهمال المسؤولين لهاي المنطقة في توفير الخدمات لهم. خلونا نسمع. احنا منطقة الموحية، تجمع اليوم لمنطقة الموحية، الموحيات كلها ما مخصصين منطقة معينة. هاي المنطقة تعاني من نقص الخدمات، الناشد السيد المحافظ السيد نائب مقام وكل المسؤولين والنواب في المحافظة الذيقار أن تنقذ هاي المنطقة. لا خدمات، لا مي، لا كهرباء، لا تبليط، لا مدرسة، لا شارع، بل اللي ترجاه منكم تنقذون منطقتنا. وهذا تجمعنا اليوم رسالة لكم، رسالة لكم، ليش تقطع الأمور من السيطرة؟ رسالة لكل المسؤولين بالمحافظة. عندنا شركة مال كهرباء مكملة ومسلمة المشروع، لكن لحد الآن تغذية ماكو، وراح يجي رمضان والصيف وهي عوائل وبيها شيوخ وبيها مرضى وبيها أطفال. اللي نترجاه منكم تساعدون المنطقة وتطلعون تكملون المشروع وتحيلون الشوارع، تبليط الشوارع إلى الشركات الرصينة من أجل إكمالها. منطقة عاني، صار عبارة عن مكب نفايات، اللوريات يذب بيها تراب، يذب بيها أوساخ.
شفتوا كمية الخدمات اللي موجودة هنا بشرفكم، مو عبالك لقطة من فيلم الرسالة. ننزل هسه من ذي قار ونروح إلى البصرة، وبهذا المقطع الموجود عندنا هنا نشوف تظاهر الأهالي منطقة الظويهرات بقضاء الزبير غرب المحافظة اللي دي يتظاهرون. تدرون ليش؟ لأن المنطقة مالتهم لا بها شبكة صرف صحي اللي هي شبكة مجاري، ولا بها بنا تحتية. تخيلوا يعني منطقة لا بها مجاري ولا بها شيء، البيوت من وين تصرف المي اللي تستخدمه؟ فهم الظاهره حتى يطالبون بلدية البصرة أنه تنشمل منطقتهم بمشاريع الصرف الصحي والبنى التحتية. خلونا نسمع. أرض قطاعية ومن ثم البنى التحتية وتمليك المنطقة بالكامل، فإذا ما يستجيبون إلى مطالبنا بأسرع وقت نتخذ قرار آخر ونتحول إلى مبنى المحافظة بأكثر من هذا العدد إن شاء الله. أتظن أنك بعدما أحرجتني وقفت تشنعان فوق أوصافي وتركتني للداريات تدورني وإحنا الجحيم. دا تلاحظون محافظة البصرة ايش دا يصير بها مشاكل او ايش قد بها بلاوي، اللي كل فترة جماعة اسعد العيداني الذباب الالكتروني مالته ينشرون، الشيخ اسعد العيداني ينشئ ما اعرف شنو، الشيخ اسعد العيداني ينجح في بناء كذا، الشيخ اسعد العيداني يسوي كذا، الشيخ اسعد ما تقول لي وينهن؟ ببيتك دا تسويهن انت؟ بالسطح مال بيت، بالسطح العالي، بالناصي؟ شو يومية البصرة طالعة ويانا؟ لا منطقة ما بها مي، يا منطقة ما بها مجاري، يا منطقة بها فساد، يا منطقة بها جفاف، يا منطقة ما بها شوارع، يا منطقة بها طين. ما تقول ليش ده تسوي انت وجماعتك اللي ناشرين الشيخ والشيخ شيخ ايش؟ الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، واول تعليق اختارينا لكم يا مشاهدينا الكرام على فيسبوك من راق العراقي يقول العقار بالمحية اغلى من العقار بنيويورك، وهي شارع ما بها مبلط. بين قبل شوية منجد الفجة يقول إهمال واضح من قبل المسؤولين، لا ماء لا كهرباء لا شوارع. حكيم الخزاعي يقول أهالي منطقة الظويهرات يطالبون بإنصاف منطقتهم، منطقة الظويهرات تعاني من الظلم، حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. وسومر بغداد يقول مشغولين مصالحهم ما يفكرون بالشعب. كانت هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع اللي هو مشاكل البنى التحتية بالبصرة وبذي قار. أبو عمر من بغداد حياك الله. حياك الله أستاذ أفل المحترم، وحيا الله قناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. حياك حياك أستاذ أفل. إحنا المعروف يعني بكل الدول وكل العالم من الدولة أو أي محافظة تكون من تتبع هاي المناطق اللي عندنا ببغداد وكل المدن اللي صارت عندنا من 2003 ولحد الآن. نعم. كل الحكومات السلطات الأحزاب اللي حكمت العراقيين هاي كلها ترجع سبب الخدمات وسبب البنى التحتية لهم. ليش؟ لأنه الناس اللي يحكمون البلد والناس اللي يحبون بلدهم واللي يردون أنه عمار هذا البلد ترجع لهم وترجع إلى كل رئيس وزراء حكم هذا البلد من أجل حد الآن، دلالة أنه ناس ما عندهم لا ذوق لا حب للوطن لا ولاء للوطن. فنشوف الاهمال اللي صار عندنا من 2003 ولحد الان، لا عندنا شوارع جيده ولا عندنا جسور انبنت، لا عندنا انفاق، لا عندنا بنى تحتيه رجعوا مثل هواي عندنا صارت بسبب خراب دمار الامريكان من ضربه بلدنا، وكيف انه هاي البنى التحتيه انضربت، وكيف انه لحد الان ما قدموا ولا انبنت ولا تحسنت ولا عادوا انه بناياتها ولا انه صارت لها وظائف، لان يعني عندنا بنى هوايه صارت عندنا بالعراق من معامل من مصانع كثيره، وهذا دلاله يثبت على انه الحكومه ما عندها ولاء وحبها لوطنها وناسها واهلها. فنلقى الفشل بكل الحكومات اللي حكمت العراقيين من 2003 ولحد الان، ما يرجعون اي شيء كان قبل 2003 على وضعه وعلى مثل ما يريد المواطن، لكن اللي يريدون انه هم بس مصالحهم خاصه اللي قاعد نشوفهم بناء المولات، بناء الكليات،
الجامعات والمستشفيات الأهلية، هذه بيها يعني فائدة لهم ومصالحهم من أجل يعني تكسر أموالهم من أجل أن يكون فسادهم. بس شيء للمواطن العراقي أنه يقدم لهم هاي الحكومة ماكو شيء من عندهم. شوارع بعدها لحد الآن ما مبلطه، أفرع مناطق أزقة، أنهار، بناء سدود، كل هاي الأمور تخدم المواطن العراقي ما قاعدين يسووها أبد. ليش؟ والسبب لأنه ما عندهم ولا حب للعراقيين ولا احترام هذا الشعب اللي قاعد يشوف من عندهم الويلات والمتاعب. بس مهما نكون أنه مهما أرادت هذه الحكومة فإرادة الله سبحانه وتعالى سوف يخزيهم دنيا وآخرة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ومهما كانت لابد أن تجي يوم حكومة تسقط هاي الأحزاب الفاسدة ويرجع العراق مثل ما كان أحسن وأحلى، وغصبا على ذيول إيران وحكماء إيران وكل الفاسدين اللي حكموا العراق. تحياتي لك وتحياتي. شكراً لك أبو عمر. بهذا الملف اللي راح نطب له مشاهدينا الكرام نحكي به عن الفقرة، عن الفقرة من الناس اللي عندهم سبوبة رزق لهم والعوائلهم، أو عندهم بيوت صغيرة بنوها حتى يعيشون بيها، لكن بين فترة وفترة نسمع أنه بلدية المحافظة الفلانية هدمت بيوت الناس بهذا المكان، أو هدمت محال مال ناس بذاك المكان وبحجج واهية. ولهذا بالبصرة أكو حملة مثلا أنه يفلشون محلات، فشفنا وقفة احتجاجية لأصحاب هاي المحال يطالبون بها أنه محلاتهم اللي بقضاء الزبير ما تتفلش، لأنه هاي المحال معايشة تقريبا 600 عائلة. قبل ما أكمل هذا الموضوع، محمد من أمريكا حياك الله. هذا سيد حيك وحي قناة الرافدين البطلة. حياك الله أخوي. إلا ولي إلا علي الرفاق جعد إيراني ليس جعفري. رحمة الوادي هو من 2003 استووا بالعراق تزمير الزراعة صناعة، يبنى له معمل يقتلوه، يفتح له محال يقتلوه، يزرع له زرع يقتلوه. شلون الله يرحمهم بدياله. رحمة الوادي هم ملتهين بالمخدرات والحشيشة يهربوه. ترى بالصجليات تبي لك الله جيبوهم المخدرات، صجليات تابعة للإحزاب. هذول اللي يسوون عشان بنات الناس تقتل الناس، هذول تابعين التيار أبو الإصلاح، هم تابعين لإيران، دول ميليشيات تابعين مقتدر. أما هم يريدون العراق فوضى، يريدون العراق بس هي وين السلطة رحمة الواجهة؟ هو العراق ده تحكمه إيران الميليشيات، دول جماعة يدعون نفسهم مجاهدين. يا مجاهدين عمي، خلوا يروح يصلون على نفسهم حسبهم مجاهدين يقتلون بالشعب، مجاهدين رحمة الواجهة، وين أكو مجاهدين؟ دول مقاولين، ليس مجاهدين، خلوا يروح يجاهدون يعرفون وين؟ خليني ساكت رحمة الوالدية. والله العظيم دولة تابعين لذيول إيران، ما تصير لهم شارع لا تنطبق السماء وهي الأرض. والله العظيم وهي رسالة للشعب العراقي، تفيدكم الله لا يخلوكم تزرعون، لا تصولكم زراعة لا صناعة لا ولا مي عشق. إن شاء الله رمضان جاي نسحت مي ما تلقون ببيوتكم. والله العظيم دولة شغل عشايف أحسن ما يسوون ناس تقتل الناس، هل يروحون يهدون على إيران هل يفتحون المي عليهم فيهم فيهم خرفوا على متشنفرز يطوم حتى ناس تقتل الناس. تحياتي عمري لك وقناة الرافدين البطلة. نرجع إلى 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 محافظة البصرة وقضاء الزبير. عندنا تظاهرة مثل ما قلت لكم، أكو محلات دا تتفلش، فأصحاب هاي المحلات دا يطالبون إنه هاي المحلات ما تتفلش، لأن يقولون هاي المحلات معيشة تقريبا 600 عائلة وأغلب أصحابها هم من الطبقة الفقيرة الكادحة اللي ما لقت وبالقوة دبرت هذا الشيء، اللي ما لقت مصدر دخل ثاني بظل الأزمات الاقتصادية اللي دا يعيشها العراق واللي تعتبر أزمات طاحنة. خلونا نشوف. عندهم بيت عندهم من اثنين ثلاثة. يعني هاي مال 400 عائلة عايشة عليها. هاي 600 عائلة. عمي 600 عائلة هاي. 600 عائلة وياين ورانا يريدون يستحملونا من عندنا. واحنا ما نقبل من الله. عايش بس حد اللي يطالبوا الحق الفقير. واللي يطالبوا الحق الفقير. العيداني. وين يطالب بحق الفقير؟ جاي نبذ فلوس للدولة،
وعدنا بها عقد والعقد ما جددها. ما جددها يقولون انتم اجور مثل واحد من والديكم لان يردون يفرهدون السوق لان هم ناس حدهم من العراق لان ناس فرهدوا العراق مو فرهود هاي الناس مستعده كلا تموت ولا ما نطلع منه الا احنا نموت مع اللاند مو جايين نموت مع اللاند مو جايين نموت انا ولا جايين جدا على السوبر جدا على السوبر ولا الاخ ما يصير. سمعت هنا صرخة واحد مشلوع قلبه ملتشوم وقاعد يصرخ لكن المشكلة اللي عجاه قبل شوية يقول أسعد العيداني الله يخليك فكياخة من أدنى أين أسعد العيداني عندي نصيحة إليك بدل ما تركض ورا ذولا قبل فيديو كانت أكو منطقة صايرة مكب مال أنقاض روح لها بدل ما تعاقب ذولا وتهدم محلات إذا فكرنا كل عائلة بها أربع نفرات على أقل تقدير رجال ومرته وجهال اثنين بستمية ألفين واربعمائة واحد هجولتهم كلهم وزد الضيم بالعراق فوق الضيم اللي هو به عاطلين عن العمل مشردين جوعانين زدت نسبة الفقر بكل الأحوال فحبيب قلبي بدل ما تركض ورا ذولا طب الباقي المناطق هاي البصرة أما النجف همينا أكو بيها تفليش بس مو محلات لا بيوت بيوت خان الربع أكو عليها حملات هدم وتفليش وراء هذا الشيء تشردت النسوان والأطفال وكبار السن بالشوارع بوسط تساؤلات وجهوها الناشطين عن ضرورة أن يتم توفير البديل المناسب لهاي الأسر الفقيرة قبل ما يفلشون بيوتهم لأنه أغلب هاي الأسر اشترت هاي البيوت من حرمالها الشخصي ومنه اللي راح يتحمل هاي المسؤولية ورا ما دوائر البلدية تركت الدلالين اللي باعوا هاي البيوت وطوبوها وراها جاي تحاسب الناس خلونا نشوف رسالة لمحمد الشاح السوداني هذا صوت صوت عراقية قوم اسمع يمه اسمع اسمع ما قالوا السودان رئيس إنا اسمع يمه قلنا احنا بخير قلنا احنا بخير اسمع يمه اسمع مبروتك يا السوداني هدوء اسمع اسمع هاي رسالة لمحمد الشاح السوداني فني أمهاتنا وخواتنا ومربيات ربات بيوت أن تتهدم بيوتهن على روسهن هذا خطأ أحمر شوف خلي شوف التكيم البيوت تعال روح أنا نحاس السوداني أنا عندي تسع بنات يا السوداني تعال هاي عالم مشترية 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 عالم الحال أي واحد السؤال اللي ينطرح هنا إذا المنطقة كانت تجاوز شلون انبعت؟ هاي رقم واحد رقم اثنين إذا المنطقة كانت تجاوز شلون وصلت للدلال والدلال شلون باعها وقبض فلوسها والطاب وهمين شلون اشتغل بيها رقم ثلاثة الوحدة من النساء تقول أنا صار لي تسع سنين قاعدة بيها تسع سنين ساكتين هسه يلا أنتوا طلعتوا تجاوز طلعوا لنا بالنظيف منو الراس الكبير منو الخال اللي يريد المنطقة أو يا مول راح ينبني بالمنطقة قودوها حتى الناس تفتهم المشكلة الكبيرة اللي موجودة بهذا الموضوع هو واللي دا يعيشها العراق هو تعامل القوات الأمنية ويا أي احتجاج أو تظاهرة أو محاولة للناس مثل ما قلت لكم بالمقطع الأول أو الباراجراف الأول قلت لكم لما أكو نزاع عشائري ما يطلعون بس بهيج حالة تلقيهم كلها طلعت ناس لما تعترض أو تحكي أو توثق يمنعوهم ولهذا نشوف هذا التصرف هو محاولة أحد عناصر الأمنية أن يمنع مرة متضررة من عمليات هدم المنازل من أن تصور أعمال الهدم بالنجف بذريعة أنه هم جاي ينفذون توجهات دائرة البلدية خلونا نشوف حسبي الله ونعم الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم
هذا سرد من عند الشرطي. ها هلا بي. نعم نعم شلك شغلة بي اخابر اصور اصور اخابر شلك شغلة بي اي مالك شغلة بي لا اصور اخابر ماك والله ماك اي ادية علي بيوت وفلشون علي بعد شنو تردون حتى شنو زعم وجاي تفلشون بيه وانا هو بالبلدية طنية وانا هو بالبلدية وين هو بالبلدية يلا ايوه لا تتجاوز علي احترم نفسك احترم نفسك انا مره لا تتجاوز علي زين لو لا احترم نفسك اي ما لك شغله بي اصور اخابر ما هذا الشيء ما يخصك ما يخصك هذا الشيء والله سبعه السؤال اللي ينطرح هنا الى السلطات الموجوده بالعراق حكومه محافظه رئاسه وزراء اي واحد برلمان خي عندك فساد وعندك مخدرات وعندك نزاعات عشائريه وعندك سلاح منفلت وعندك مناطق ما بها لا مجاري ولا كهرباء ولا مي وعندك انهر جفت وعندك انهر صايره مكب مال مي مال مجاري وعندك شو اسمه تلوث بيئي وعندك ملوحه تصعد وعندك تسمم و و و و و و و و ذن كلهن انت حليتهن وعفت وخلصت من عدهن وصلت لهنا يدبدي حل بالكبيرات زين فلشتوا البيوت وين راح تقعدون الناس لو اكو مخيمات نزوح جديده الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع واول تعليق موجود يعني من زهراء عادل تقول وين كانت الحكومه من بنوهن معقوله حي كامل بنوه بشهر مثلا شنو الحكومه تنتظر المواطن يبني حتى تفلش ابو مهدي شبلاوي لا هم اللي معوضين الناس ولا هم اللي مبقين حسبي الله ونعم الوكيل وأبو حسين يقول هاي عوائل فقيرة اشتردوا منهم بكتوا العراق كله لحقتوا الفقير صاحب القوت اليومي وجعفر الكردي أبو عبد الله يقول خلى المحافظ يروح على هؤلاء الناس فقرة وتهدمت بيوتهم على رؤوسهم خلي يشوف لهم حل ذولا قاعدين بالصحراء هذه التعليقات حول هذا الموضوع العفو صباح من بغداد حياك الله السلام عليكم أستاذ أفل عليكم السلام ورحمة الله طبعا هاي المشكلة هي صارت من 2003 ولحد الآن هاي حكومات المحافظات اللي صارت والأحزاب والميليشيات همهم الوحيد هو تدمير العراق وبالفعل عندهم هدف كان من يجمع وتربم في أحضان إيران عندهم هدف هو لتدمير العراق وتدمير الوحدة العراقية هم المجادين ورجال دولة المفروض بيهم بناء مجمعات حقيقية يعني بناء مجمعات متوسطة يعني مو نريد فخامة وغيرها كل المحافظات والأقضية والنواحي في سبيل الناس الفقراء واللي ما عندهم أملاك واللي ما عندهم قطعة أرض واللي ما عندهم ملك بالعراق يتم تجهيزهم بشقة صغيرة غرفتين وصالة غرفة وصالة يعني لكن هم التهم مثل ما تفضلت بالمخدرات شلون يهربون بيها والنفط الأسود شلون يهربون إلى شمال العراق والنزاعات العشائرية أما بناء مجمعات يعيش بها المواطن بكرامة ما سووها ليش احنا أهل الفلوس ونفط عندنا واعطوا لأي شركات كورية ألمانية فرنسية أي شركة تركية اعطوهم مثلا مقابل النفط ابنوا لنا مجمعات بكل محافظات العراق كل محافظة لها هلقد وحدة سكنية في سبيل الفقير يجي يقعد بيها انتم منتجون هاي العشوائيات اللي صارت تحت انظاركم وتحت انظار القانون واغلب العشوائيات بيها منتسبين قاعدين مو بس مواطن عادي يعني يعتاش على قوت يومه اكو ناس بيها موظفين هاي العشوائيات وبيع وشرى بيها ودلالية اكو مكاتب عقارية فالمفروض بالمحافظة ومجلس المحافظة فاهم كل هاي المشاكل الموجودة بالمحافظة والاقضية مجلس المحافظة اللي ملتهي بس بالصفقات الفساد والسرقات والمال اللي ينهبونه المفروض بيهم يفكرون بالمواطن العراقي البسيط من تجي تفلش بيته بعشوائية شنو البديل له المفروض لو اكو عندنا مراجع دين وعندنا رجال سياسة حقيقيين واحزاب اسلامية مثل ما موجودة ومحافظين نزيهين وعندهم يمتلكون ذرة من الشرف كان بنم وعوضوهم هاي الصحراء الموجودة بكل محافظات العراق عندنا مناطق تشولة ما بيها أحد روحوا بنوا مجمعات بيها لكن هذا جزء من الفساد يعني شوف الميليشيات الموجودة هناك هاي الأراضي مال العشوائيات شو يريد يسووها
يسووها مول، يعطوها استثمار، يبنوها مجمعات ويبيعوها ويطلعون منها، مثل ما سووا مطار المثنى في بغداد. نعم. بنوا مجمعات درجة أولى، لكن المن هاي المجمعات كلها باعوها العقار بعشرين شدة وبثلاثين شدة وطلع عم شقق. من استفاد المواطن من عدها؟ ما استفاد. العشوائيات هذني من تتجرون الناس وين يروحون؟ اللي عنده أطفال وإحنا فصل شتاء، وين المراجع الدينية من يطلعون بخطب الجمعة بكربلة ونجف وبغداد وبالبصرة؟ شو يحجون العالم بالدين وبالإسلام؟ يريد يعلمون على الوضوء وهاي المشاكل العقيمة اللي عندنا، ملفات الفساد بالمخدرات والتهريب والقتل والصراعات العشائرية اللي جاي تصير والعشوائيات الموجودة اللي ما لقيتوا بديل إلها. يعني عيب وخزي هذا الحكي. فلوس عندنا ونفط عندنا وخيرات عندنا وضرائب عندنا، منافذ حدودية، لكن ما عندنا رجال تقود البلد أبدا. حزب الدعوة يقودنا. نعم. شكرا شكرا لك أخ صباح. قالوا تذكرون البارحة حكينا عن قضية أهالي التيك توك الدراجات النارية وراء ما صارت سرقات الصيدليات بالبصرة، اعتقلوا أصحاب المطارات وأصحاب التيك توك. أهاليتهم لأصحاب المطارات والتيك توك قالوا أنهم دا يتعرضون لعمليات ابتزاز تمارسها مراكز الشرطة بالبصرة حتى يطلقون سراح ولدهم المعتقلين من سائقين هاي العربات اللي يطلق عليها بالستوتات أو التيك توك. الأهالي أكدوا أنه القوات الأمنية أو مراكز الشرطة دا تشترط أنه يدفعون 200 ألف دينار مقابل أن يطلق سراح ابنهم المحتجز. وأظهرت مقاطع مصورة وقوف العشرات من الأهالي قدام مراكز الشرطة أو قدام مركز شرطة المعقل مثلا اللي تم إيداع به عدد من سائقي العربات التوك توك والدراجات النارية. من جهته شرطة البصرة قالت أنه هذا المبلغ اللي هو 200 ألف دينار هو غرامة على كل من يركب مطار بدون إجازة، ونظرا لكثرة الأعداد فالمحكمة قالت أنه يتم استيفاء المبلغ من قبل مركز الشرطة بدلا من مبنى المحكمة على حد قولها. بس أنا عندي سؤال، هم البارحة ألقوا القبض عليهم، المحكمة اليوم بتت بالموضوع؟ خلونا نشوف. احنا محافظة البصرة، هاي مركز شرطة المعقل، خذ أولادنا صرنا من ثلاثة أيام ندور عليهم بالقوات اللي لقيناهم، وكلهم أصحاب تكاتك وأصحاب ستوتات وأصحاب دراجات وأصحاب الدخل المحدود، واحد عماله واحد مخضر واحد خطية جايبينه عنده بنزين، هاي البنزين بطلمات البنزين خطية مخليهم بالستوتة، هاي الحجي يطلعون ابنه ينطي 200 ألف للمركز شرطة المعقل. عمي وين قائد عمليات البصرة؟ رئيس مركز شرطة البصرة قائد دفاج عمي تسليب. بالله العظيم ترى ما يصير هيك، بالله العظيم أكبر عيب، أكبر عيب وخزي. عمي المحافظ قائد شرطة البصرة قائد عمليات البصرة، الناس الزينة عمي نطالبكم مناجتكم، ناس عمالة خلنا اصور لكم، تعالوا شوفوا هذا الزلمه ابو مخضر شلون جايبينه، تعالوا عمي شوفوا هذا الزلمه ابو مخضر جايبينه، هاي عنده خضره طالع على باب الله حملوه من باعوله حملوه من الشارع وجابوه، تعال حق شوف هذا شوفها 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 شوف هذا شوف 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 ناس طالع على باب الله، باع ناس طالع على باب الله، باع على التكاتك، شوف شوف هذا النباع باع هاي الناس كلها ناس فقراء. شوف الحج ضايج ماخذ فلوس هاي يسلم من المركز حتى يطلعون ابنه 200 ألف، وابنه طالع عماله عمي الهدوم هدومه والسمنت وهذا وروحه طالعه. هذا بالمعقل او مركز شرطه المعقل، واحد المواطنين هناك ينتقد الاجراءات اللي تمارسها الجهات الحكوميه بحق اصحاب التيك توك من خلال سحبها منهم على الرغم من شرائهم لهاي العربات باموالهم الشخصيه، واشار ان الحكومه هي اللي سمحت بدخول هذا النوع من السيارات وتمليكها للناس، وراها ترجع هي بحملات مكثفة بحقهم. وقال أن الظروف الصعبة اللي دا يعيشها العراق هي السبب وراء اضطرار الشباب إلى العمل بالتيك توك بعد إهمال الحكومة. قال لهم خلونا نسمع. أنت أبو التيك توك هذا لما تسحب التيك توك ما أنت مشتريها ببلاش، اجت هدية من الهند طلعت له بالتشبيس صنعها بيده زرعها من القاع، يا سيد الضابط نحكي مالت الله يا بعد روحه انت، صار واضح؟ مو هاي التيك توك انتم جبتوها من جابوها من الحدود وجمشي؟ ها لو اكو قاده كبار اللي دستروا الامور ودخلوها العراق وصارت مهزله صارت
زين هذا ابو تيتك عايش حد تيتك مقاعد بيجار العده جهال وحفاضات وحليب جايب خبزه لمرته جايب خبزه الجهاله معيش روحه انت اسحبها منه التيكتك وجره من ذانه يقعد اقول لك تعال انت متعين حطه بمكان عينه خليه بالجيش بالدباع بالداخليه جات تيكتك مشتريها غير منظيمه هو منظيمه لو مو منظيمه وين يروح انت بالداخليه المرور خالي انت هسه كضك وقص راتبك تقبلها تقبلها الدوام عند الدوله ببلاش اكبر خلينا نحكي مالت الله نحكي مالت الله انت مو هاي تتواجع وهاي بارده عليك. فالناس لما شافت هذا الشيء علقت على هذا الموضوع واول تعليق موجود ديانا هو ابو عليوي يقول غرمني اذا مخالف بس بنفس الوقت وفر لي طرق معبده نظيفه وسريعه ومجسرات وانفاق، وفر لي الاشاره المروريه بكل تقاطع وشارع، وفر لي الاناره الليليه في الطرق الخارجيه، وفروا اللوحات الاصوليه للدراجات بدلا من معاقبتهم او امنعوا استيرادها. مروان البياتي يقول الله يساعد الشباب تحير شلون يعيشون نفسهم واهلهم لو شلون ينهزمون من اجراءات الحكومه اللي لا ترحم. ادري وين يروح الشاب، اشتغل توك توك وتوصيل بدراجه حجزتوها، اشتغل عماله يقضيها علاج الظهره، يشتغل بعربانه على الرصيف اجت البلديه فلشتها. وايمن امين يقول هسه لو يعينون او يفتحون مصانع كلها تتخلى عن التوك توك. ومحمد ال ذياب يقول خطيه الناس تريد تشتغل شنو ذنبها. فكانت هاي تعليقات الناس حول معاناه اصحاب التوك توك مع الإجراءات الحكومية. مشاهدين الكرام، اليوم تحل الذكرى الثامنة لوفاة الأمين العام السابق لهيئة علماء المسلمين في العراق الشيخ حارث الضاري اللي توفي في 12 آذار عام 2015 بمدينة إسطنبول التركية. كان الضاري بمنصب الأمين العام لهيئة علماء المسلمين بالعراق بعد الاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2003 وظل يشغل هذا المنصب حتى وفاته عام 2015. عرف الشيخ حارث سليمان الضاري بحياته الحافلة بالعطاء، بداها بتحصيل العلم الشرعي، تربية الأجيال وتخريج العلماء والدعوة إلى الله، أنهاها بالجهاد في سبيل الله والوقوف بحزم أمام مخططات أعداء العراق. قاد بهذه السبيل مؤسسة كبيرة كرست جهودها لتحرير العراق من الاحتلال وهيمنة الفساد، وكان إله للشيخ الفقيد من أشد المعارضين للاحتلال الأمريكي للعراق ومشروعه السياسي اللي تشكلت على أساسه حكومات المحاصصة الطائفية. وكان الشيخ الضاري عنده مواقف بارزة من القضايا العربية المهمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. ولهالسبب قسم التواصل الاجتماعي أنتج لنا انفوغرافيك عن الشيخ حارث الضاري الله يرحمه، خلونا نشوفه. لم يساوم على بلده ولم يساوم على عقيدته على الرغم من المغريات التي حصلت وإمكانه أن يتبوأ منصبا دنيويا ويسكت عن الحق، ولكن شاء الله له أن يرحل
وهو على الحق ثابت. رحم الله الشيخ حارث الضاري ويمد بعمر العلامة الشيخ عبد الملك السعدي. أما بالنسبة إلى الهاشتاج، أطلقوا ناشطين بيئيين حملة واسعة ومكثفة على منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم بيئتي هويتي، للتأكيد على ضرورة نشر الوعي بين أواسط المجتمع بضرورة المحافظة على البيئة والتنوع الإحيائي والضغط على المسؤولين في ظل الإهمال. ولهذا كان هذا الهاشتاج هو ترند اليوم، وجبنا لكم بعض التغريدات. مهدي ليث يقول: من أجل جمال العراق وأرثه الطبيعي، كلنا مسؤولين أمام ممتلكات العراق ومستقبله، ولنحافظ على بيئة العراق والتنوع الإحيائي فيه. أما جواد الهنداوي يقول: لازم نضغط على المسؤولين ونثقف أهلنا وأصدقائنا، لأن البيئة بالعراق مهددة ووصلت مرحلة ما ينسكت عليها. وعلي الهلالي يقول: ملف البيئة ملف كبير، يتضمن الصيد الجائر وتجريف البساتين ودرجة تركيز المعادن الثقيلة بالأواء والإشعاعات ومصادرها ومخلفات التنقيب عن النفط والغاز وتصريف مياه المجاري وقياس نسبة التصحر ونسب الأحزمة الخضراء وانبعاثات الكربون من المعامل. عم خلوه وزير بيئة هذا، إذا يعرف كل هذان يخلوه وزير بيئة عسى من اللي عندنا. هبة النائب تقول: متضامنة مع حملة بيئتي هويتي لأجل الحفاظ على ثروة طبيعية وعدم المساس بها ومحاسبة كل من يعبث ويلوث ويتعدى على الحيوانات أو الأشجار والممتلكات العامة بالعراق. وكل هذه التغريدات كانت على هاشتاج بيئتي هويتي. هذا كل ما موجود ويانا بحلقة صوتكم لهذا المساء مشاهدينا الكرام. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة باكر بإذن الله بنفس الموعد. انتظروني. في أمان الله.